بحر البقر بمحافظة الشرقية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى. وأفاد مراسل الجزيرة في القاهرة أنه تم رصد عملية تزوير في أحد مراكز الاقتراع. وأفاد مراسل الجزيرة في القاهرة أن إقبال الناخبين على التصويت كان ضعيفا. هذا هو حال انتخابات مجلس الشورى الذي خبره المواطنون المصريون على الأقل في الدوائر التي تنافس فيها مرشحون للإخوان المسلمين. أطواق أمنية تمنع الناخبين ووكلاء المرشحين ومراقبي المجتمع المدني من دخول لجان الاقتراع. كانوا قافلين الباب طول النهار وجينا عشان نخش الفضيل. أما جيت التلفزيون يصور بتاع العشرة مساء قالوا خش، فتحوا لنا الباب. يا دوبك دخلنا جوه دوروا الضرب فين، يا دوبك دخلنا جوه. انا بنت من الناس موتها من الضرب قدام عيني، وراح ماسكها كده اهو وعاملها من وشها كده اهو، وراح هابد دماغها في الحيطه راجل ونزل بالبطايق بتاع الطلقات الحمراء وراح مقطعها. وانا عارف بتوع حفا كلهم، عارف بتوع حفا كلهم انهم جايين ينتخبوا الاخوان المسلمين، وعشان كده مش هندخلكم. انا كده ممارسات كانت نتيجتها هذه اللقطات النادرة لعملية تزوير كامل ومباشر في الصندوق، كما في لجنة الجمعية الزراعية بالغرقة مركز أطسا في الفيوم، وهي ممارسات أكد مراقب المجتمع المدني حدوثها وقال قياديون في الإخوان إنهم المستهدفون بها. اللي بدأنا نرصده هو سيطرة تامة لأمناء الحزب الوطني على أغلب اللجان الانتخابية في غياب كامل من كافة المرشحين. نية مبيتة منذ هذه الساعة لتهميش دور الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية وإقصائهم عنها إذا أفلحوا تماما. الصورة مختلفة تماما في الدوائر التي نافس أعضاء الحزب الوطني بعضهم البعض، فكان دخول المواطنين والمراقبين والوكلاء ميسورا، وعكست غرفة العمليات بالحزب تفاؤلا بنتائج الانتخابات وتكذيبا لمقولات الإخوان الذين هم حسب الحزب الحاكم يجأرون بالشكوى لكي يتحايلوا على الدستور ويستمرون في استخدام الدين في السياسة شعارا وممارسة. احترم الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بعدم الشطب، إنما عايزين نأكد لأن أيضا في تشويه لمعنى هذا الحكم، إن المحكمة حذرت استخدام الرموز الدينية. حسين عبد الغني، الجزيرة، القاهرة. قال الجيش اللبناني إن جنديين اثنين من جنوده قتلا